السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبنا لكم فيديو جديد اللي هو الفاصوليا الخضراء. الفاصوليا الخضراء لها فوائد كثيرة ومفيدة للجسم. هي احنا بنعملها بالزيت، في بتنعمل شوربة مع رز، انا بدي اعملها اليوم بالزيت. احنا بنحكي له في بلادنا حوس، من الحوس الفاصوليا. هاي المكونات: فلفل اسود، بصل، ثومي، شطه، حبه بندوره، والفاصوليا غسلناها وقطعناها ونظفناها، وهلا بدنا نبلش. ومعاكم الشيف كفايك الثاني بأشهر الأكلات الفلسطينية. طبعا انا بنساش الزيت هذا. طبعا بنحط الزيت مقدار كاسة شاي، نحط الثومة والبصل قطعناهم مع بعض، حسب حاجتك. كل شخص حسب حاجته في الملح. بحط البهار، طبعا حسب حاجتك كمان،
تشطر كمان برضو حسب حاجتك، احنا ما بنحب الحار كثير. أبدل البصل، بدي أحط الفاصوليا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد تبارك الرحمن. غطينا الطنجرة، بطمنه وبرجع لكم. هلا بنحط مقدار كاسة مية سخنة، برجع بغطيها. طبعا الطنجرة مطمنها الغاز. بعد ما قشرنا البندورة فرمناها، بنحطها على الطبيخ. هاي استوى. هاي بحط له كاسة مي دافية وبرفع له شوي لما يتسبك كله مع بعضه. بس يغلي على بعضه مقدار 5 دقائق وبنطفي عليه لأنه استوى. ويعطيكم العافية، ولا تنسوا تعملوا لنا شير وسبسكرايب ولايك.